مساء الخير عليكم أعزائنا متابعي مصراوي في كل مكان، وبث مباشر من الإسكندرية ومتابعة لأسعار الأسماك في المدينة الساحلية بعد حوالي أسبوع أو أكتر من أسبوع، حوالي 8 أيام من إعلان مقاطعة في عدد من محافظات الجمهورية، يعني في إطار احتجاجات على ارتفاع كان مبالغ فيه في أسعار الأسماك، إلا إن خلال الأيام الأخيرة شهدت أسواق الإسكندرية تراجع نسبي في أصناف كتير في الأسماك بنسبة ما بين 10 إلى 20% في مختلف الأصناف. عندنا أبرز الأصناف الموجودة في اسكندرية في الوقت الحالي من الأسماك البلطي والبوري اللي سجل تراجع كبير عن الأسبوع الماضي. كان البلطي وصل الأسبوع الماضي حوالي 100 جنيه، تراجع لحد الأدنى 65 جنيه سعر كيلو البلطي، وأمام أحد محلات بيع الأسماك لازلنا بنرصد مع حضراتكم أسعار بيع الأسماك في الإسكندرية، وبنرصد من سوق الميدان في المنشية غرب إسكندرية أسعار الأسماك لليوم الثلاثاء. السلام عليكم. باشا قول لي بقى اهم الاسعار عندك واحسن سعر عندك في الاصناف اللي عليك. بص، احسن سعر عندي البولتي ابو 70 وصل 65 نزل 5 جنيه، والبولتي ابو 80 و85 بقى 70. تمام؟ ده بالنسبه للبولتي. كان فين؟ قول لي برضه عشان الناس تحس. كان الاول ب 85 و90، دلوقتي نزل 10 جنيه 15 جنيه. وده يعتبر انخفاض كبير. انخفاض كبير طبعا. ما كانش بيحصل. لا ما كانش بيحصل. ده كان التفاوت فرق السعر كان ممكن يزيد بالجنيهات. بالجنيهات يبقى 17 مرة. لا 15 دي. طيب قول لي بقى الاصناف الكويسه اللي عندك اللي فيها تراجع في السعر. تراجع في السعر دوت كان ب 70 وب 75 وصل ب 65. تمام؟ دوت بردك كان ب 90 3 في الكيلو، ده وصل دلوقتي ب 75، فاهمني؟ دوت بردك ب 70 72. ده الحي كلها بولتي باحجامه. كلها بولتي باحجامه طبعا واوزان. البوري اللي كان ب 105 وب 110 وصل 90 جنيه. 90 جنيه دوت وزن 3 في الكيلو، كان ب 140 وب 150 نزل بردك ب 120، فاهمني؟ ده البوري ده كان ب 200 و220 دلوقتي ب 150. ده بالنسبه للبوري. ما شاء الله. ده احسن حاجه. ده احسن حاجه للتمليح. كان ب 200 جنيه. 200 جنيه. نزل 50%. نزل 50 جنيه في المية. يعني نزل 50. نزل 50. من 200. بقى 150. الاصناف الثانيه يعني مثلا برضو قولي لو حضرتك اسعارها الكابوريا والجمبري، الناس حابه تعرف الاسعار دلوقتي بتاعت النهارده. يعني الكابوريا كانت كام ونزلت قد ايه؟ الكابوريا لا احنا بول كابوريا بس. لكن ما عندناش كابوريا. لا طيب الحركه بقى والرجل في اليمين اللي كانت اتاثرت شويه لا اثرت جامد طبعا. الناس اللي كانت عليها قوي تاثر جامد. طب ما اتحسنتش شويه برغم ان السعر زاد يعني قل شويه؟ هو لسه برضه لسه في لسه في يعني الرجل بقت خفيفه، فاهمني؟ برضك بالنسبه للحركه الحركه خفت شويه. استاذنك بس هو الناس برضه عشان تبقى فاهمه، فاهمين؟ انت دلوقتي النهارده نزلت 15 جنيه، طب هل انت اللي بتبقى متحكم في الانخفاض ده ولا لا الموزع لا الموزع؟ هو التأثير كله بيجي على المزارع مش على المحلات، فاهمني؟ هو التأثير كله مع زي التاجر كده عليه، صح؟ التاجر مثلا المزارع احنا بنشتري منه، هو خفض احنا نخفض، فاهمني؟ بس انت قللت الكميه اللي كانت بتجيلك من عنده؟ قللت الكميه طبعا. قللت قد ايه مثلا؟ قللنا زي قد ايه على كده؟ النص بالنص. بالنص. يعني انت في الايام اللي فاتت بتاخد نص اللي انت بتاخده عشان النص عندك؟ هنشتغله اول باول يعني. ولكن ما نقدرش نقول ان مع الانخفاض ده يعني بقى في شويه الناس مقبله شويه او اتحمست شويه ان هي تيجي؟ لسه برضه
ما تتقارنش. لا ما تتقارنش بس. وان شاء الله ربنا يوسع رزقكم باذن الله، يبقى السعر يشجع الناس ان هم يشتروا من عندكم. ما شاء الله الحاجه يعني سنه حيه ما شاء الله. حي يعني بسم الله ما شاء الله. لو حضرتك عايز تقول اي حاجه عن الاسعار عن الحاجه برضو تعرف الناس. لا موارد كل حاجه. وانتوا عندكم هنا شوي وحاجات زي. ايوه عندنا شوي وقلي ب 40 دلوقتي نزل ب 25 و 30 يعني حتى الخدمه اللي هي ايوه اقل. انت الاسعار بتنزل معاها بتطلع معاها. انت بتتحكمش في الحاجه اللي بتحكم فيك الخامات الزيت وانت الزيت بينزل. يا ربنا يوسع رزقك يا رب. زي ما تابعنا مع حضراتكم اعزائنا متابعي مصرية في كل مكان، قلتي اللي موجود بكثره في اسواق الاسكندريه تراجع 65 يا بول 65 يا بول 65 يا بول يعني رغم ان بعض الساده المتابعين شايفين ان الاسعار لازالت ممكن تكون بالنسبه لهم نسبيا مرتفعة، إلا إن هي بالمقارنة بأسعار الأسبوع الماضي سجلت انخفاض ملحوظ. البولتي كان في أسواق اسكندرية بيتراوح سعره ما بين 90 إلى 100 جنيه، وأقل سعر سجله سعر السمك البولتي الأسبوع الماضي كان 85 جنيه، أقل سعر بيسجله النهاردة السمك البولتي للكيلو 65 جنيه، والبوري أقل سعر بيسجله اليوم في اسواق الاسكندريه 90 جنيه، طبعا حسب الاحجام والاوزان للاصناف. ايضا هناك تراجع في اسعار الخامات اللي هي الخاصه بالزيوت والدقيق وغيرها اللي هي بتدخل في عمليه تجهيز الاسماك، أثرت برضو بشكل آخر على الخدمة اللي رجعت من 45 جنيه إلى 30 و25 جنيه للكيلو. سعر خدمة الشوي أو القلي لصنف السمك يعني بنذكر حضراتكم ان هناك حملة لمقاطعة للأسماك كانت بدأت قبل 10 أيام، دخلت أو تجاوزت أسبوعها الأول للامتناع عن شراء الأسماك بعد ارتفاع لمعدلات غير مسبوقة في أسعار الأسماك. أسواق الأسماك كانت شهدت خلال الأيام الماضية في الإسكندرية ركود كبير في حركة البيع، وده سبب خسائر كبيرة للتجار، ودفعت حالة الركود بعضهم لتخفيض الأسعار ما بين 10 إلى 20% خلال مرور أسبوع على هذه الحملة. تأثرت بشكل كبير أو تراجعت بشكل كبير أسعار أصناف كتير من الأسماك، وده أرجعوا التجار إلى أن كبار الموردين وأصحاب المزارع السمكية بسبب قلة الطلب وتخفيض الكميات المطلوبة من التجار من المزارع السمكية، أصحاب المزارع السمكية والتجار قللوا الأسعار بشكل كبير، وده يعني أثر على انخفاض أسعار السمك في أسواق اسكندرية. أيضا كنا تحدثنا مع سعيد الصباغ مؤسس حملة المقاطعة اللي ألقت وامتدت أثرها لمحافظات أخرى إلى جانب اسكندرية، واللي أشار إلى أن هناك انخفاضات كبيرة وصلت ل 30 و35% في مجمل الأسعار الخاصة بالأسماك، وقال أن الحملة لازالت مستمرة حتى الوصول إلى أسعار عادلة ترضي المواطنين، وفي نفس الوقت هذه الأسعار لا تجور على حقوق البائعين في الربح الحلال كما وصف. كنا يعني أشرنا أيضا في تقرير سابق نشره مصراوي على موقعه الرسمي أن شيخ الصيادين أشرف زريق كان أشار إلى أن الصيادين ما لهمش أي علاقة بارتفاع الأسعار عند تجار الأسماك، وأشار إلى أن مهمة الصياد بتنتهي عند وصول مراكب الصيد للبر وتوصيل طاولات الأسماك
بهامش ربح بسيط يتناسب مع ما يتحملونه من تكلفة التراخيص والتجهيزات للإبحار وصيد الأسماك. دي كانت رسالة سريعة بننقلها لحضراتكم. احنا بننقل لحضراتكم من داخل سوق الميدان في المنشية. زي ما حضراتكم شايفين أسعار السمك 32 45 70 65 على حسب الوزن والحجم. بالنسبة لأنواع أكبر سمكة بولتي من حيث الحجم الكيلو 70 جنيه، أكبر سمكة بوري من حيث الحجم الكيلو ب 150 جنيه، ولكن اللي ب 150 كان ب 200 جنيه الأسبوع اللي فات، واللي ب 120 كان ب 140 الأسبوع اللي فات، واللي ب 90 كان ب 115 خلال الأسبوع الماضي. ف ده فرق السعر من الأسبوع الماضي حتى الآن. هنواصل مع حضراتكم خلال الأيام المقبلة أيضا في أكتر من جولة، يعني الأسعار في أسواق الأسماك بالإسكندرية. بنشكر حضراتكم على المتابعة، على نرد إليكم بإذن الله في متابعات جديدة. كان معكم من الإسكندرية محمد البدري.